مساء الخير، بنرحب بحضراتكم معانا في الحياة اليوم. والحقيقة أول خبر معانا النهاردة هو وجود الزميل العزيز عمرو عبد الحميد، شريك أساسي بالتأكيد في الحياة اليوم، منورنا وهيشيل الشيلة ويتحمل معانا المسؤولية الفترة اللي جاية. أهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك يا لبنى وربنا يقدرنا. دي بالفعل أول مرة أظهر فيها في تلفزيون أو قناة مصرية بعد 16 سنة من العمل في الإعلام العربي والدولي. أتمنى تقديم شيء مختلف من خلال يعني المشوار الطويل اللي أنا قضيته في الإعلام الدولي والعربي. دلوقتي إحنا في مصر في مفترق طرق بتمر أحداث تاريخية ببلدنا، ما فيش قدامنا في الإعلام غير أننا نقدم الأفضل ونحاول نبذل مجهود علشان نساهم في صنع مستقبل زاهر لبلدنا. لا وانت هتلاقينا بقى الموضوع مختلف تماما، قناة مصرية 100%. إن شاء الله أنا بنتهز الفرصة دي، بشكر كل المسؤولين اللي تواصلوا معايا واللي قدموا لي الدعوة للالتحاق بفريق متميز هو فريق الحياة اليوم، وبنتهز الفرصة وبقدم التحية لزميلي وصديقي شريف عامر، وأتمنى له التوفيق في تجربته المميزة إن شاء الله، وسعيد جدا أن أكون معك يا لبنى. شكرا يا عمرو، ونخلينا برضو نمسي على شريف، وطبعا بالتأكيد مفتقدينه وحشنا كتير، لكن سنة الحياة التغيير طبعا، والكل بيكمل المسيرة، وإن شاء الله زي ما كان عمرو بيقول نفضل دايما على قد المسؤولية وعلى قد ثقة حضرتكم. طيب إن شاء الله يا ترى